بسم الله سخونه. واعره واعره. زوينات ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. بديتو كتوجدوا شي شويه لرمضان ولا مازال؟ انا اختكم مازال. بيني وبينكم انا كنقول باقي الحال. كنشوف كاينين بعض الناس دابا جري عليا نجري عليك، ممكن نقدروا نشريو الزنجلان النافع حبه حلاوه داكشي يلاه يتغسل ويتنقع على تيساع، ولكن باش نبداو نخلطوا دابا في السلو والبريوات وما عرفت كيجيني باقي الحال بلاتي حتى يخرج ان شاء الله هاد فيفريي، وداك الساعه يكون خير ان شاء الله. وكاينين بعض الناس كيسولوني تيقول لي هدى واش غتشاركي معنا البريوات والسلو؟ انا اش غنقول لكم، كاين عندي جوج انواع ديال السلو اللي كندير وما كنبدلوش، جوج انواع فايت ليا شاركتهم معكم. شحال هذه هي مثل اللي كان الحجر الصحي، والحمد لله نال اعجاب الجميع وكلشي كلشي 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 صوبوا. راه دازت تقريبا جايه لثلاث سنين متتاليه، وكل عام الناس كيبارطاجيو معايا التطبيقات ديالهم. وميم سلو اللي كنت بارطاجيت معكم جو بونس واقيلا ماشي العام اللي فات، العام اللي قبل منه ديال ماما اللي بالزراع وبالشعير كيجي رائع حتى هو. فهاد العام ما عرفتش، يمكن ندير واحد سلو، يمكن لا، حيت كنقول صافي بركه شاركت معكم هذاك، الله يجعل البركه. سلو قوه الابتكارات وهذا ما صافي كنخرجوا على السلو الاعتيادي اللي حنا كبرنا به واللي عرفناه. ونقدر ندير معكم واحد البريوات زوينين بزاف كنت تعلمتهم في واحد الحصه من الحصص اللي كنت كنمشي فيها لعند الشاف ام ايمان. يمكن نشارك معكم ان شاء الله بريوات، مهم ماشي دابا بلاتي، تيخرج هذا الشهر جوج ان شاء الله. وعلى ما دوز ليفينمون ديالي اللي هي لافونت بريفي اللي كنت شاركت معكم المره الفايته، اللي غتكون في اوتيل نوفوتيل نهار 3 و4 و5 في الشهر. وبيان سور غادي نغتنم الفرصه باش نعرض عليكم ونقول لكم مرحبا بكم. لافونت غتبدا من 10 الصباح ل9 ديال الليل، والدخول مجانا فابور. غتكون لانيماسيون، غتكون نقافه، غيكون نقش الوليدات، غتكون كار دو غير، غيكونوا بزاف د الحوايج ان شاء الله غادي يعجبكم الحال. 3 4 و5 في شهر 3 باذن الله. غير دوز ان شاء الله ليفينمون ونبدا نتحرك ونبارطاجي معكم اشياء ديال ربنا اللي غتنفعكم ان شاء الله. المهم فيديو من الفيديوهات الاخرين فاش كنت درت لي كريب اللي وجدتهم العشيه اللي كان جايه عندي سعيده صاحبتي، وكلشي في لي كومونتير كيقول لي هدى لي كريب لي كريب لي كريب لي كريب لي كريب، يعني ماشي كومونتير واحد، بزاف ديال لي كومونتير. وداكشي علاش اليوم قررت باش نشارك معكم لي كريب ديالي المعتمدين منذ سنين اللي ما كنبدلهمش. فيت لي شاركت معكم الحلوين، دابا غنشارك معكم المالحين، وغادي نعطيكم جوج اقتراحات. حاجه اخرى الناس اللي ما عمرهم ما شافوا سلو، انا غادي نخلي لكم سلو وغنخلي لكم حتى البريوات حتى هما، طبقوهم وديروهم بعينيكم غامضين. دوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال لي كريب مالحين. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نقول لكم بالنسبه للمقادير، هما نفسهم الحلوين اللي كنت شاركت معكم شحال هذه قبل من الحجر الصحي، يعني قبل من كورونا. دونك شنو غادي ندير؟ عندي 3 ديال البيضات، عندي 200 غرام ديال الدقيق، عندي 50 غرام ديال الزبده ذوبتها انا، راح توجدت قبيله ودابا مع البرد الزبده جمدات ماشي مشكل. بالنسبه للزبده، والسر ديال هاد لي كريب ان الزبده تكون نوازيت، هادي راه الزبده نوازيت 50 غرام مذوبه. عندي واحد معلقه صغيره سنيده غير باش فاش يكونوا كيطيبوا كيعطيونا داك اللوين الزوين. عندي شويه ديال الملحه، عندي نص سيطرو ديال الحليب. السر ديال لي كريب عاوتاني راكم عارفين، لي كريب ديالي كندير فيهم نص كاس ديال الماء عادي من الروبيني، عادي ماشي سخون. وباش غادي نسمهم، غادي نسمهم بالاعشاب المنسمه، وغادي ندير ليهم شي شويه ديال الثومه غبره. صافي هادو هما المقادير ديال لي كريب ديالي. كيجيوني تساؤلات بزاف على الاعشاب المنسمه، اشنو فيهم الاعشاب المنسمه؟ كناخذهم جاهزين من الاسواق التجاريه الكبرى، سينو ما عندكمش ديروا غير شي شويه ديال الزعتر سخنوه وحكوه بيديكم. بالنسبه للاعشاب المنسمه هادو اللي واجدين فيهم اليازير وفيهم الزعتر وفيهم الزعيطه واجدين. بالنسبه الطريقه ديال الخدمه هي طريقه سهله 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 بزاف، ما كنحتاجو نديرو لا الطحان الكهربائي لا حتى شي حاجه. كناخذ اول حاجه دقيق، كنغربلو بالنسبه للمقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف كما العاده، مقادير مضبوطه، نتوما غير ركزوا لي على الطريقه صافي. الدقيق من بعد ما غربلته كندير ديك معلقه صغيره ديال سنيده، وكندير قريصه ديال الملحه، مليحه نيت ماشي قريصه حيت هادو غادي يكونوا مالحين، وكندير شي شويه ديال الثومه غبره وشي شويه ديال الاعشاب المنسمه. عرفتي راه كينسموهم بواحد الشكل عجيب عجيب عجيب، وهنا غادي ندير البيض. شنو غادي ندير؟ غادي نبدا نطرب في البيض شويه بشويه، وانا كنزيد في الحليب. ما غاديش ندير الحليب كله، هاد الطريقه مهمه البنات، الا خديتوها من عندي ما غتبقاش تخطاكم. كتخلطوا لاباط ديال لي كريب ديالكم عرفتي ما تجيش فيها كريكيبه ديال الطحين ديك الاخرى. صافي دابا غادي نخلط. دابا كنخدم لاباط مزيان 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 مزيان. تحتاجوا ديروا لا طراب كهربائي لا حتى شي حاجه، ها هي لاباط ديالنا مخدومه مزيان. نفس الطريقه شنو غديروا في لي كريب حلوين، غتحيدوا غير الثومه وتحيدوا الاعشاب المنسمه، وغادي تزيدوا الفاني باش تنسموهم، ولا القشور ديال الحامض اولا القشور ديال الليمون، وكتزيدوا الكميه ديال السنيده. انا كندير 3 ديال المعالقات كبار. صافي دابا غادي نبدا. دابا غادي ناخذ الزبده حيت الزبده عندي دايبه حتى انا جمدات، يلا نخلطها مزيان مع لاباط. ما ديروش بحالي تخليو الزبده حتى تجمد، انا راكم عارفين الظروف ديال التصوير هي اللي كتحكم عليا، كنوجد كلشي على تيساع. نتوما غير غادي تذوبوها تبداو تخدموا. صافي دابا غادي نبدا نزيد في الحليب شويه بشويه حتى كيجرى ليا الخليط. صافي يلا شوفوا معايا واش بانت لكم شي كره ديال الطحين. شتيو ها هو مخدوم مزيان ما فيه حتى شي كويره. هذه الطريقه ديالي تعلمتها من عند الشيف نور الدين في سنه 2012، وكنوجه ليه تحيه كبيره. الا كان كيشوفني كنوجه ليه تحيه كبيره ونقول ليه شكرا على كل حاجه تعلمتها من عندك. مالوغوزمون ما بقاتش عندي النمره ديالو، كنتمنى الا كانت عنده مازال النمره ديالي يتصل بيا، حيت بصح كنفتقدوك شاف نور الدين، كنفتقدوك بزاف بزاف بزاف. غادي نخلي لاباط لي كريب ترتاح واحد شويه، ماشي بزاف، ترتاح واحد شويه، واحد 10 ولا 15 دقيقه. من بعد ما ترتاح قبل ما نبداو نطيبو كنضيف ليها هاد نص كاس الماء. هاد نص كاس الماء هو اللي كيعطينا لي كريب ديالنا واحد الطراوه وكيجيونا هشاش ورطبين. غير كنضيف داك نص كاس الماء مباشره كنبدا نطيب. يلا نطلقهم دابا شويه. من بعد ما خليت لاباغاي ديال لي كريب ارتاحت واحد شويه، دابا غادي نضيف ليها داك نص كاس ديال الماء. صافي ومباشره غادي ندوزو باش نبداو نطيبو في لي كريب ديالنا. هنا عندي المقيله غنشعل عليها السخون. بالنسبه للعافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرقوش لكم دغيا. كنتسناوهم حتى كيبداو يتحمروا لينا من هاد الجنيبات، من هاد الجنيبات هادو كيبداو يعطيونا واحد اللوين، صافي وعاد كنقلبوهم. وباش كنعرفوا لي كريب ديالنا ناجحين ملي كيبداو يديروا لنا هاد الفقاعات هادو اللي كتشوفوا معايا هنايا. والنصيحه اخرى اللي غادي نقول، فاش كنحطوا لا كريب ديالنا فاش كنقلبوها ما نخليوهاش، كنبقاو ندورو بحال هكا باش كتاخذ لينا دوك النقيطات يكونوا زوينين، لا كريب ما تشوطش لينا. نبقاو ندورو بحال هكا بحال كندورو في المسمن، ندورو ونقلبو. شتي شحال رقيقه، شوفوا معايا شحال رقيقه. الشاوة كيتنقط. وضروري فاش كنحيدوها كنحطوها فوق واحد المنيدل وكنغطيو عليها باش كيرجع لها داك الصهد وكتبقى عندنا طريه، ما كينشفوش وما كيكرموش لينا، كيبقاو طريين. لي كريب ديالنا من بعد ما طيبناهم، هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجيو، كيخرجوا لي هاد الكميه هادي وكيجيو رطبين رطبين رطبين. شوفوا 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 كيجيو الزبده، شتيو زبده زبده، ها نتوما ما معجنين ما حتى شي حاجه، كيجيو رهافين بزاف 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 بزاف، كيجيو فنين. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم. دونك انا طيبت لي كريب، نخليهم على جنب وندوزو باش نصوبوا الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف. عندي فيها نص كيلو ديال صدر الدجاج اللي قطعته بحال هكا شرائح رقيقه وغسلته مزيان بالحامض ومليحه وشي شويه ديال السكينجبير. وعندي هنا 150 غرام ديال فيلي دو داند فيمي قطعته هكا رقيق. بالنسبه للعطريه عندي البزار، الملحه، ثومه غبره، وعندي هنا واحد معلقه مع مرش ديال الدقيق، وعندي هنا واحد كويس ديال الحليب. وهنا غادي نحتاج واحد شويه ديال الكريمه ديال الطبخ. وما نساش عندي هنا واحد البصيله كبيره مشلوطه. اول حاجه البصيله ديالي غادي نشعل عليها البوطه، غادي ندير لها شي شويه ديال الزويته بلديه، وغادي ندير شي شويه ديال الملحه، غادي نحرك وغادي نغطي عليها ونخليها حتى تدبل، وعاد نضيف عليها الدجاج. صافي هنا البصيله ديالنا من بعد ما دبلت غادي نضيف عليها الدجاج، غادي نضيف شي شويه ديال البزار، وغادي نضيف شي شويه ديال الثومه هضره. من بعد ما تشحر ليا الدجاج مزيان، دابا غادي نضيف ديك المعلقه ديال الدقيق وغادي نشحر هاد الدقيق هذا بحال غادي نصوبو بيشاميل وسط الدجاج. هذاك الدقيق اللي ضفنا على الدجاج كنبقاو نحمصو فيه مزيان، عاد داك الساعه كنضيفو الحليب ولا كريم. اللي ما عندوش لا كريم تقدروا ديروا غير الحليب بوحديتو، ماشي مشكل، زعما ماشي بالضروره خاص تكون لا كريم. هي لا كريم كتعطي واحد البنه زوينه، ولكن الا ما عندكمش ماشي مشكل. صافي دابا غادي نضيف لا كريم والحليب. نعاود ناكد بالنسبه لا كريم ديال الطياب ماشي لا كريم بالحلوه. تقريبا درت واحد كاس الا ربع، كاس الا ربع ديال لا كريم. غادي نضيف حليب. بالنسبه لا كريم تقدروا تمشيو حتى الكاس عامر ماشي مشكل، كاس لا كريم وكاس ديال الحليب. وهنا غادي نضيف فيلي دو داند فومي باش نخليه يطلق لي ديك النكهه ديالو في لا كريم والدجاج، كتولي عندي صوص زوينه. شتي دابا غير هاد الحشوه هادي اللي انا صوبت معاكم، الا ما بغيتوش ديروها في لا كريب غتخليوها كما هي وتسلقوا شي شويه ديال لي بات وتضيفوه للدجاج. عرفتي تتجي لذيذه، تتجي لذيذه بزاف بزاف. شوفوا معايا كي كتختار شي كي كتولي. عرفتي راه ما نقولش لكم اللذه ديالها شحال كتجي واعره، بلا كثره العطريه بلا حتى حاجه، غير الملحه والبزار والثومه غبره فقط. صافي، ودابا بركه عليها غادي نطفي عليها العافيه، غادي نخليها على جنب حتى كتبرد لينا واحد شويه، وندوزو نبداو نعمرو لي كريب ديالنا. الزوينات ديالي دابا غادي ندوزو باش نبداو نعمرو الحشوه ديالنا. ها هي راه هي دفات، عرفتي تتجي بنينه بنينه وكتجي معلكه. شوفوا شوفوا على تاليكا كتجي معلكه بزاف. هنا خديت جوج ديال لي مول ديال الكغاطه، حيت غادي نشارك معكم جوج ديال الاقتراحات. وحدين غادي نعمرهم بحال اللي شفتو معايا في الفيديو السابق، غادي ندير لهم غير شي شويه ديال الفرماج من الفوق وغادي ندخلهم للفران باش يذوب داك الفرماج. ووحدين غادي ندير لهم لاصوص بيشاميل من الفوق. المهم نتوما غادي تشوفوا معايا كلشي. كناخذ هاد الكميه كلها اللي انا صاوبت كنقلبها، حيت غنبدا نعمر من هنا. ما غاديش نعمر من الوجه، غادي نعمر من الظهر باش هاد النقيطات اللي عندي هنا يجوني هما الوجه ديالو. بسم الله. البنات من بعد ما كملت التعمار ديال لا كريب، انا كنصوب دابا في لاصوص بيشاميل. علاش ما شاركتهاش معاكم؟ حيت تبارك الله صاحبي بي كلشي كيعرف يصوب لاصوص بيشاميل، داكشي علاش انا ما صورتهاش ليكم. حيت النص غادي نغطيه بالبيشاميل والفرماج، والنص الاخر غادي ندير ليه غير الفرماج. صافي، ها هي وجدات. انا ما تقلتهاش بزاف، خليتها شي شويه خفيفه، وغادي نكبها على لي كريب. ندير الفرماج من الفوق باش كيتكراتينا وكيعطينا واحد اللوين زوين. غادي ندير فوق منهم غير الفرماج. وغادي ندير فوق منهم شي شويه ديال الاعشاب والنسيمه. صافي، هاد المول اللي فيه البيشاميل والفرماج غادي ندخلو الفران اللي مسخن على درجه حراره 180 للفوق والتحت، حتى كيتكراتينا ليا الفرماج وهذيك الطبقه ديال البيشاميل من الفوق. هذا غندخلو هو الاول حتى نخرج هذا، عاد ندخل التالي، لانه هذا الفرماج اللي عندي من هنا غرضي به غير يذوب. غنطفي الفران وندخل لي كريب غير يذوب الفرماج. صافي، ونخرجهم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد جوج الاقتراحات اللي اقترحت عليكم اليوم. زوينه ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه اللي شاركت معكم اليوم. هي راه غير وصفه وحده خرجنا منها جوج الوصفات، يعني شي حاجه غتحطوها فوق الطبله وتعمروا الطبله ديالكم ويجي الا كان عندكم الناس يحسب لهم ما عرفت نتوما اشنو دايرين، مراه وصفه وحده خرجنا منها جوج حوايج. ولكن اش غنقول لكم، هما بجوج واعرين، غير هو هذا اللي خدمته على شكل غاطان بالبيشاميل والفرماج، عاوتاني ما نكذبش عليكم زايده فيه واحد النغزه. هذا يصلح لكم للعشاء مع اون سالاد اولا للغدا، والله يجعل البركه. وهادو على شكل هكا مملاحه يصلحوا لكم ان شاء الله الطبيله ديال الفطور، بما اننا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان. الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه، غادي ينفعوكم بزاف. والوليدات كيحماقوا عليهم، كيجيو زوينين، يعني حتى في الشكل ديالهم كيجيو هكا محيط دقين وزويونين، وحتى العضه فيهم ساهله ورطبه بحال الزبده. كنتمنى ان شاء الله ديروهم وما تبخلوش عليا بالتطبيقات ديالكم فاش كتشاركوا معايا التطبيقات ديالكم، والله العظيم الا كنفرح بزاف 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 بزاف. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وانا مرضاكم، والا احتاجتوا شي حاجه وبغيتوني نشارك معكم شي حاجه قولوها لي في الكومونتير، على راسي وعيني. خليتكم على خير، السلام عليكم.